مشاهدينا السلام عليكم، لقاءنا كيتجدد بكم في حلقه جديده من برنامج اش خباركم من مدينه العريش. حنا بالضبط كنتواجدوا في الثانويه الاعداديه محمد بن عبد الكريم الخطابي. شو كامل يتعرفوا على ضيف الحلقه اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيداير استاذ؟ لاباس عليك؟ صحه بخير؟ شرفنا بالمعرفه ديالك. عبد الفتاح بالبركه، استاذ ديال ماده تكنولوجي، وفي نفس الوقت انا يا معطر ديال النادي السينمائي الطرباوي. شرفين. تفضل عندنا. مرحبا بك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. استاذ شنو عندكم هنا؟ دابا عندنا الحصه ديال النادي الطرباوي السينمائي الاسبوعيه. وكيف جات الفكره ديال تاسيس النادي السينمائي؟ فكره تاسيس النادي السينمائي قبل كانت عندنا نادي ديال التكنولوجيا الصناعيه. ونظرا لجوج نقاط اساسيه لاحظناهم، النقطه الاولى هو التكلفه الماديه. هذه الاولى. ثانيا ان تاسيس الانديه بصفه عامه انطلقت من المشكل ديال روتينيه القسم. يعني التلميذ ملي كيدخل طيله الاسبوع عند جميع المواد، تسعود المواد تقريبا اللي عنده، هناك خطاب الاستاذ يتكلم، التلميذ كيقيد في الدفتر ديالو، هادشي كيخلق واحد النوع ديال الشغب داخل الاقسام نظرا الروتين. مني البرامج اللي وضعنا في النادي ديال التكنولوجيا، هناك الصوره والصوت عباره على عروض كيتعلموا مع التلميذ. لاحظت واحد هناك واحد التفاعل كبير بين الصوره والصوت واستجابه كبيره. شنو الحل؟ الحل وهو استبدال نادي التكنولوجيا بنادي السينمائي اللي هو تحضروا معنا دابا مع الحصه الثانيه ديالو. بغينا نحضروا استاذ. تفضل. شكرا. بارك الله فيك. اليوم غادي نشوفوا الشريط اللي نتجوا التلاميذ ديال النادي السينمائي السنه الفارطه، ودخلنا به لواحد المسابقه جهويه اللي منظمها الاكاديميه الجهويه طنجه تطوان. حتى انتم هاد العام راه معولين غادي نصوبوا واحد الشريط ديالنا، وغادي ندخلوا به المسابقه الجهويه. حاسوب واحد وكاميرا ما غاديش يقدوهم كاملين، ولكن غادي نحاولوا به. نخليكم مع الشريط دابا. الحراك ليس يعنينا الترف، ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن نحن. بسم الله الرحمن الرحيم. زملاء التلاميذ، زميلات التلميذات، اليوم نلتقي معكم في لقاء حول موضوع المهن والحرف. أستاذ، شنو الأنشطة اللي كتزاولوها في إطار هذا النادي؟ بالنسبة للأنشطة، هناك البحوث التلاميذية اللي عندها علاقة بالمناهج التعليمية. في الوقت اللي الأستاذ كيعطي التلميذ بحث، ماشي ضروري يجيبوا له في الورق، ممكن يجيبوا له بالصورة والصوت، يعني عبارة على شريط وثائقي كيعالج المشكل اللي عطاه الأستاذ. ثم عندنا النقطة الثانية هي المشاكل، انطلاقا من المشاكل الاجتماعية اللي كينتمي لها الأعضاء النادي. مشاكل اجتماعية في الأنشطة اللي هي حرة ديال النادي، كيجينا مشكل مثلا مشكل كموضوع للتصوير، كموضوع وكنشتغلوا عليه حنا الأعضاء كاملين اللي هنا في النادي، كنخرجوا بواحد الوثيقة اللي تيمكن نستثمروها هنا داخل المؤسسة. ولكن ضروري يتربى فيهم الحس المقاولتي، يعني يجيب المشكل ويعالجوا لنا. ثم عندنا النقطة الثالثة في إطار الأنشطة، وهو تحفيز الآخرين تلامصابهم باش يشاركوا وينخرطوا معنا في النادي، حتى هما يصبحوا منتجين، ماشي المستهلكين لديك الصورة والصوت اللي هما صابوا أصحابهم، يصبحوا حتى هما منتجين. وهناك هذه الإنتاجات كاملة اللي كنديروها، الهدف منها ثاني النقطة الرابعة هي المشاركة في المسابقات الجهوية ولما لا حتى الوطنية. هذه السنة غادي ندخلوا لها إن شاء الله. إن شاء الله كنتمنى لكم. سبقنا ربحنا جوج ديال المسابقات الجهوية، دابا هذا العام كنراهنوا على مسابقة وطنية باش نهزوا الرصيد ديالنا في التجهيز اللي حنا كنفتقروا ليه داخل النادي. وشنو المشاكل والإكراهات اللي كتواجهوها؟ بالنسبة للإكراهات داخل النادي، هناك مشكل المكان، ما عندناش. ثم كاين مشكل مادي للتجهيزات، ثم مشكل ديال استعمال الزمان، يصعب جمع الاعضاء ديال النادي كاملين من مختلف المستويات، مما كيدفعني انا باش ناخذ تشكيله كامله ديال المكتب من مستوى واحد ومن قسم واحد. ان شاء الله يلاه يكونوا موجودين. الحقيقه هذا حيف في الاخرين، ولكن للضروره احكام. وشنو المتمنيات ديالك استاذ؟ ان شاء الله كنتمنى تكون عندنا داخل المؤسسه شي قاعه مخصصة للسمعي البصري مجهزة لصالح هذا الشموع اللي كتشوفوها دابا متعطشة للصورة والصوت. ثم ما كرهناش شي تكوين خاص بالمؤطرين ديال الأندية، لأن شي كلشي اجتهادات ذاتية. النقطة الثالثة وهو استمرار
هاد الشيء كامل الشيء اللي كتلقن في الإعدادية تستمر في النادي. النادي ديالها داخل الثانويات ما تبقاش النادي عبارة على أوراق رهينة الرفوف. تبارك الله عليك أستاذ. بارك الله فيك. شكراً للقناة الأولى. بارك الله فيك. مشاهدينا جات وقيتة باش نودعكم، كنتمنى بلي حلقة اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما تنساوش نتلاقاو الحلقة الجاية.